فقرة الاقتصادية التي نستعرض فيها أسعار العملات وأسعار بعض السلع الأساسية، ونبدأ جولتنا من السوق الموازية بحسب إغلاقها مساء أمس. فسعر الدولار هو 5.56 دينار، أما اليوم مع اليورو فهو ب6.35 دينار، أما الجنيه الإسترليني فهو ب6.98 دينار، فيما مستقرة الليرة التركية على 970 درهم، والدينار التونسي بدينارين. أما عن الجنيه المصري فهو ب300 درهم. أما عن أسعار الذهب مشاهدين، عيار 18 يصل اليوم إلى 157 دينار للجرام الواحد، وسعر عيار 21 ب178، أما عيار 24 يصل إلى 210 دينار للجرام الواحد. وإلى أسعار المواد الغذائية مشاهدينا، بداية مع البيض فهو ب13 دينار، أما عن الأرز فهو ب4.5 دينار، والمكرونة ب1.75 دينار لنصف الكيلو الواحد، أما عن الكسكسي مشاهدينا فهو ب3.25 دينار، وزيت الذرة ب5.5 دينار، أما عن الزيت النباتي فهو ب4.25 دينار، والسكر ب2.5 دينار، ومعجون الطماطم ب2.5 دينار، والدقيق ب2.5 دينار أيضا. أما عن أسعار اللحوم مشاهدينا، فكما ستظهر أمامكم على الشاشة، فسعر كيلو الدجاج يصل إلى 14 دينار للكيلو، والخروف الوطني يصل إلى 34 دينار، والخروف الإسباني عند 26 دينار، أما كيلو الماعز فيصل اليوم إلى 37 دينار للكيلو، ولحم البقر ب26 دينار، وأخيرا الإبل يصل اليوم إلى 30 دينار للكيلو.